هذا الغياب هل هو مقصود؟ هل أنت مشغول بشيء ما؟ ولا هناك عتب على الساحة الفنية لا تجد ما يستفزك من كلمات وألحان حتى تعود بقوة؟ يعني يمكن كلها متجمعة مع بعض، لكن في الأساس أنه طبعاً الفترات الماضية كانت الأجواء غير مناسبة وغير صحية يعني عدينا بأحداث كورونا والتغيرات اللي حصلت في الدول السابقة، كلها كانت متجمعة، إضافة إلى اهتمامي بوالدتي وأسرتي وأعمالي الخاصة. أيضا الحالة الفنية اللي كانت في الفترة السابقة كانت حالة ركود في العالم العربي كله. الآن طبعا بدت الساحة والحياة الفنية تختلف تماما وتتطور في المملكة، خاصة بوجود هيئة ترفيه وبوجود وزارة الثقافة، أعطتنا وأعطت للمجتمع السعودي ثقافة فنية جديدة. نعم. وتقديم وتطوير في المستوى الفني على جميع الأصعدة.